كمبيوتر ساينس تشابتر 3 بارت 3، ماشي؟ يبقى دلوقتي ده الجزء الثالث من تشابتر 3. الجزء الاولاني كان ايه؟ كان الجزء الاولاني والجزء الثاني بتاع البروسيسور، دراسة البروسيسور من جوه، تمام؟ طيب تعالى دلوقتي بقى نذاكر امبيدد سيستمز. امبيدد سيستمز دي بيبقى كمبيوتر صغير جدا، ولا هو لابتوب ولا هو بي سي ولا حتى سمارت فون. ليه؟ لان اللابتوب والبي سي والسمارت فون بيتحمل عليه بروجرام وتشيله وتحط عليه بروجرام تاني، انستول وان انستول، وبيستخدم في حاجات كتيره جدا. هنا بقى انا بتكلم على امبيدد سيستم، يعني مثلا انت عندك كمبيوتر بيتحكم في العربيه. طيب ينفع بقى تاخد الكمبيوتر ده بتاع التحكم في العربيه وتعمل بيه اي حاجه تانيه؟ لا، ده هو الكمبيوتر اللي جوه العربيه بيتصل بيه سنسورز، سنسور عشان سرعه العجل، ما في حاجه اسمها اي بي اس، سنسور علشان التمبريتشر بتاعه الموتور، سنسور عشان كذا وسنسور عشان كذا، والكمبيوتر بيتحكم في حاجات كتير جوه العربيه. طيب ده بقى بنسميه امبيدد سيستم. ليه امبيدد؟ لانه مدفون جوه ابلكيشن، زي مثلا الاوتوماتيك واشنج ماشين، جواها كمبيوتر عايش جواها كده على طول، ما بيعملش اي حاجه تانية. الاير كونديشنر جواه كمبيوتر، ما بيعملش اي حاجه تانية، بيعمل كنترول بس، يظبط التمبريتشر وتتحكم فيه بالريموت كنترول. يبقى ده اسمه embedded system. خلاص تعالى بقى نذاكر embedded system. وبعدين في بقى حاجات كتير كده اللي هو computer control هنذاكرها دلوقتي، وليتر بإذن الله في chapter 6 في حاجة اسمها automated system، اللي هي العربية اللي بتمشي من غير سواق، اللي هو القطار اللي بيمشي من غير سواق، تمام؟ دي بتبقى أضخم شوية من embedded system، بس هما الاتنين نفس الفكرة، في القلب منهم نفس الفكرة. فأنا هشرح لك دي وأدربك عليها، وتبقى تذاكر بقى بعدها الروبوت بقى اللي هو الأوتوميتد سيستم، هنخش في الروبوت، تمام؟ طيب وبعد كده بقى أنت لما تتفهم الاثنين، السؤال لو جالك، لأن السؤال بيدمج الاثنين مع بعض. طيب تعالى دلوقتي بقى نذاكر embedded system. An embedded system is used to perform a dedicated function. هو مخلص كده ومسخر نفسه لحاجة معينة وخلاص. Example domestic appliance اللي هو مثلا غسالة اوتوماتيك، مايكروويف، تمام، security system بتاع البيت، خلاص. طيب وبعدين الكار، لا العربية بقى فيها كذا embedded system، هنشوف الرسمة دي وإن شاء الله نتكلم على الـ various embedded systems اللي جوه العربية. Security system، جهاز إنذار سرقة. Lighting system اللي هو بقى الإضاءة، لما الدنيا تظلم الإضاءة تنور لوحدها. Vending machine دي كمان برضو embedded. ليه؟ لأن أنت عندك ماشين كده ترمي فيها الكوين، هو بقى يعرف الفلوس اللي أنت حطيتها كام. وبعدين تختار الأكل ولا الشوكلت ولا الدرينك اللي عايزه، هو بقى بيحرك كده arms، ما في arms بنسميها actuator، يعني هو بيحرك بقى ايه arms بنسميها actuator، يحرك بقى لغاية ما يطلع لك الايه الحاجة اللي انت طلبتها. يبقى دي الفيندنج ماشين embedded system برضه. This is different to general purpose computer. اللي انا بقوله ده مختلف عن الكمبيوتر الكبير. ليه؟ لان الكمبيوتر الكبير بي سي بقى ولابتوب ومالتي بيربز، بيشتغل في حاجات كتيره قوي، ماشي؟ ذات از يوز تو بيرفورم ميني ديفرنت فانكشنز زي البي سي واللابتوب. خلاص يبقى احنا دلوقتي بنشرح الامبيدد سيستم. تعال نقول الموتور فيكلز. مودرن كارز هاف ميني بارتس ذات ريلاي اون امبيدد سيستمز تو فانكشن بروبر. تعال بقى نشوف، تعال نشوف الرسمه دي. فيول انجكشن اللي هو الوقود، امبيدد سيستم. طيب تعال نشوف الاير باج علشان لو العربيه خبطت لا قدر الله، ده برضو امبيدد سيستم لان في سنسور، ماشي؟ لما العربيه ديسلريت تبطئ قوي يعني في حادثه لا قدر الله، يشغل اكتويتر ينفخ الاير باج في لحظه، يبقى ده امبيدد سيستم. جي بي اس بقى اللي هو النافيجيشن، والكار انترتينمنت بقى اللي هو الدي في دي والام بي 3 بلاير، ان كار انترتينمنت سيستم،
الاي بي اس انتي لوك بريكنج سيستم عشان وانت بتفرمل جامد العربيه ما تتقلبش. فيكل سيكيورتي، في بقى سنسورز ماشي، تراكشن كنترول عشان الاحتكاك، عشان الجر بتاع العربيه، اكزوست عشان العادم ما يبقاش فيه كربون مونوكسيد، عشان لو في انترنال كومباستشن صح بتاخد 100%، مش 100% يعني، بتاخد اقصى حاجه من الوقود وايه، وبيطلع غازات سامه اقل شيء. يبقى كل دولت امبيدد سيستم. تعال بقى نشوف الامبيدد سيستم ونذاكر فيه اكتر، عشان لو سالك دايركتلي وات از مينت باي ان امبيدد سيستم. ان امبيدد سيستم از ا كومبينيشن اوف هاردوير اند سوفت وير. اي كمبيوتر سيستم هاردوير وسوفت وير. بيبقى الهاردوير ايه؟ يعني هنا هنركز على ايه؟ على الهاردوير الانبوت هيبقى سنسورز، الاوتبوت هيبقى مثلا لامبس او موتور او بامب، بنسميهم كولكتيفلي اكتويتورز. امال ايه بقى السوفت وير؟ البروجرام بقى اللي هو اف تمبرتشر جريتر ذان كذا يعمل كذا، اف تمبرتشر اقل من كذا يعمل كذا، فده بنسميه السوفت وير. which are designed to carry out a specific function او specific set of function. لما كده يبقى embedded. An embedded system will have a specific set of tasks. An embedded system is used to perform dedicated function. Domestic appliance. الله، طب ما احنا قلناه. ماشي؟ طيب ما الباراجراف ده احنا قلناه خلاص. طيب، تعالى بقى نشوف الرسمة دي فيها ايه. Software and hardware on an embedded system. في يوزر انترفيس، يعني مثلا لو الاير كونديشنر، اليوزر انترفيس هيبقى ايه؟ هيبقى ريموت كنترول. ما هو ده الانبوت. وسكرين كده بتبين الكرنت تمبرتشر، تمام. طيب يبقى ده اليوزر انترفيس، خلاص. طيب يبقى انت عندك الانبوت تمبرتشر سنسور ده بقى شغال انالوج. يعني ايه انالوج؟ التمبرتشر كده كونتينيوسلي فارينج. طيب بس الكمبيوتر ديجيتال، وانز اند زيروز، ماشي. طيب يبقى في حاجه اسمها انالوج تو ديجيتال كونفرتر على الانبوت، خلاص. وسام فورم اوف اوتبوت، الاوتبوت هيبقى ايه؟ تيرن هيتر اون تيرن هيتر اوف. ده لو هو مثلا امبيدد سيستم بيتحكم في سنترال هيتنج سيستم. في بلادنا، بلادنا حر، فبنستخدم اير كونديشنر، فالكمبيوتر تيرن الكولر اون تيرن الكولر اوف، يبقى ده الاوتبوت. امبيدد سيستم كان كونتين سنسور انبوت، ميكانيكال كومبوننت اكتويتور، الاكتويتور ده على الاوتبوت، وسوفت وير بقى اللي هو البروجرام اللي بيتحكم في التمبرتشر. Some of the latest embedded system I use very powerful dual or quad CPU. ما احنا درسنا الدوال كور في السيشن اللي فاتت والكواد كور في السيشن اللي فاتت. ليه؟ عشان لو انت عندك embedded system بيتحكم في طيارة، لا ده الكمبيوتر ده هيبقى more powerful than اللابتوب. ماشي؟ And variety of I/O connection. I/O يعني input output، عنده sensors كتير في الطيارة، وعنده outputs كتير بيتحكم بقى في ايه، الانجن والفينز اللي هي الأجنحة، ماشي. leading to a number of applications. وفي حاجة بقى اسمها feedback. تعالى برضو اقول لك يعني ايه feedback واتكلم عليها كل شوية. feedback يعني الاوتبوت بيأثر على الانبوت. ليه؟ الاوتبوت بتاع الكمبيوتر الهيتر بيغير في التمبريتشر، والانبوت بتاع الكمبيوتر تمبريتشر سنسور يقيس التمبريتشر، يبقى هو بيشغل هيتر يغير في التمبريتشر، والهيتر التمبريتشر تخش للكمبيوتر تاني من خلال التمبريتشر سنسور. ساعتها بقى يعمل ديسيجن، هيعمل تيرن اون ولا تيرن اوف ولا يتصرف ازاي. فبتبقى سايكل بهذا الشكل، بنسميها فيدباك. بإذن الله هنتكلم كتير على فيدباك، خلاص. يبقى اللي قدامنا ده اسمه embedded systems، تمام. طيب تعالى بقى نتكلم على سنسورز، وسنسورز كتير، وكل سنسور بيستخدم في ايه. نتكلم كتير على various different embedded systems. Sensors are input devices which read measured physical properties. These can measure temperature وpressure وacidity. ما انت لو عندك مثلا بتتحكم في مصنع وعندك كيميكال رياكشنز، حاطط سنسور يقيس البي اتش اللي هي الاسيديتي او الالكالينيتي. ريال فيزيكال داتا از انالوج، دي احنا لسه قايلينها اهو، دي كده ويفز بهذا الشكل بنسميها انالوج. الكمبيوتر ديجيتال، وانز اند زيروز دينري، لا باينري، باينري اللي درسناها في تشابتر 1. طيب وبعدين بقى التمبريتشر انالوج، والكمبيوتر ما بيفهمش انالوج،
الكمبيوتر عاوز فقط ديجيتال. طب حل الموضوع ده، والله هو ديفايس اسمه بيعبر عنه، في ديفايس اسمه انالوج تو ديجيتال كونفرتر اي دي سي. الانالوج تو ديجيتال كونفرتر ده بيبقى على الانبوت تمبريتشر سنسور مايكروفون، لان الساوند ويف برضو انالوج، تمام، هيوميديتي سنسور، اي سنسور بيقيس اي فيزيكال كوانتيتي غالبا غالبا انالوج، ما عدا بقى لو سويتش بيقيس اون واوف يبقى ده ديجيتال، لان الاون الديجيتال 1 و0 يبقى اون واوف. غالبا كده let us say all sensors are analog وكل الفيزيكال كوانتيتيز ار انالوج، لان التمبريتشر بتزيد وتقل جراديولي. خلاص يبقى انت عرفت الانالوج ديتا والديجيتال ديتا. يسالك بقى في الامتحانات زي ما يسالك ايه الفرق ما بين الانالوج ديتا والديجيتال ديتا، ليه الكمبيوتر ما بيقدرش يفهم السنسورز دايركتلي، لان السنسورز بتطلع انالوج والكمبيوتر فقط بيفهم ديجيتال. طب نحل المشكله دي ازاي؟ في ديفايس اسمه انالوج تو ديجيتال كونفرت. خلاص طيب، الاوتبوت زي ما قلنا الانبوت من خلال سنسورز، الاوتبوت من خلال اكتويتورز. ايه بقى الاكتويتور؟ انت عايز الاوتبوت الكمبيوتر يشغل موتور، بس الموتور بياخد الكتريستي قويه، الكمبيوتر ما يقدرش يطلع الكتريستي تشغل موتور في اسانسير ولا حاجه، فهو بيعملوها على مرحلتين. الكمبيوتر بيبعت سيجنال لاكتويتر، الاكتويتر بيوصل انف الكتريستي للموتور تو اوبريت. فانت تعتبر بقى ان الموتور هو الاكتويتر، تعتبر ان الاكتويتر درايفز الموتور. المهم ايه؟ الاوتبوت في اكتويتر وموتور، او اكتويتر وهيتر، او اكتويتر وفان، او اكتويتر وموتور يفتح الباب او يقفله زي الاوتوماتيك دورز. خلاص كل الحاجات دي هيبقى اسمها اوتوميتد سيستمز، والاوتبوت هيبقى اكتويتورز. اكتويتورز ار يوزد ان ميني embedded systems to produce movements or do actions. It is responsible for powering and moving a motor in a machinery such as robot arm in a factory. مع ان الروبوت ارم ان شاء الله هدرسه لك بقى هيبقى اسمه ايه؟ هيبقى اسمه automated system. هنا مسميه embedded system. يا سيدي مش فارقين. هما الاثنين كمبيوتر كنترول وخلاص. The actuator is operated by signal from the computer to cause a physical movement or control the movement of a machine. تعال بقى نشوف sensors and their application. يعني مثلا temperature sensor ممكن يستخدم في ايه؟ Central heating system. ما احنا قلنا في بلاد بره الدنيا تلج بيستخدموا heaters. احنا بلادنا العربية الدنيا حر فبنستخدم coolers. بس هما الاثنين نفس الكونسيبت، عنده temperature sensor. Chemical process. وعندي كنترول ومونيتور، يعني عندي كمبيوتر كنترول وكمبيوتر مونيتور. هنشوف الفرق ما بينهم، مع ان كمبيوتر كنترول ومونيتور الاثنين دابوا جوه امبيدد سيستم. خلاص ما عادش بيسال على الكلمه دهيت، هي موجوده عندي في دايجرام بس ما عادش بيسال عليها في الامتحانات جامد. طب عندي بقى هيوميديتي سنسور او مويستشر سنسور. مويستشر ليفلز ان ا سويل، هيوميديتي ليفلز ان ان اير كونديشنر، انا اسف ان جرين هاوس اللي هو البيت الازاز بتاع الزرع. مونيتور دامبنس ليفلز ان ان اندستريال ابلكيشن. طيب يبقى ساعتها هتحط ايه؟ مويستشر سنسور. لايت سنسور ده هنعمل بيه ايه بقى؟ ستريت لايتنج، اضاءه الشوارع لما الدنيا تظلم اوتوماتيكلي بتنور، يبقى في لايت سنسور. مونيتور اور كنترول لايت ليفلز ان جرين هاوس. ايه الجرين هاوس ده؟ البيت الازاز بتاع الزرع، عشان الزرع ينمو لو الدنيا ظلمت والشمس غابت اللايت سنسور بيدخل للكمبيوتر، الكمبيوتر بيولع اللامبس. اوعى تقول ان السنسور بيولع اللامب، لا، السنسور بيدخل للكمبيوتر، الكمبيوتر عنده سوفت وير، ما احنا قلنا فيه سوفت وير. above temperature كذا اقل من temperature كذا، above light level كذا اقل من light level كذا، يفتح ويولع هيتر او لامبس. طيب اوتوماتيك سويتش اون ذا كار هيد لايتس وين ات جيتس دارك. العربيات الاوتوماتيك الحديثه ممكن تخلي الهيد لايتس على وضع اوتو، ولو الدنيا ظلمت هي النور النور ينور وخلاص، الشمس طالعه النور ما ينورش ومالكش انت دعوه، يبقى ساعتها لايت سنسور وامبيدد سيستم. انفراريد وموشن سنسور. اه في حاجه بقى اسمها برجلر الارم سيستم، انذار سرقه. لو في شوفوا في مثلا انفراريد دي بتبقى الهيت راديشنز اللي طالعه من جسم الانسان. طيب في انفراريد سنسور،
وبعدين انا مشغل الالارم جوه البيت، يعني ما حدش هيمشي جوه البيت. طيب لو في موفمنت يبقى بيرجلر، انترودر، حرامي. تمام؟ طيب يبقى دلوقتي انترودرز ان بيرجلر الارم سيستم او اوتوماتيك دورز. يعني ايه اوتوماتيك دورز؟ يعني انت مثلا داخل بقى بتقرب من مول تجاري، يروح الباب ايه بالانفراريد سنسور يحس بوجودك، يروح فاتح لك الباب. ما هو مول تجاري بقى كاستمر وهنكسب. خلاص؟ طيب في بريشر سنسور برضو انترودرز ان برجلر الارم سيستم. ليه؟ علشان لو حد داس على الارض وانا مشغل الارام، بيبقى في سنسورز تحت الارض في اماكن معينه، يبقى ايه ديتكتد از ان انترودر. اوتوماتيك اللي بعدها weighing things، الميزان الديجيتال، ما جواه لايت، جواه بريشر سنسور. مونيتور اور كنترول ا بروسيس وير جاس بريشر از امبورتنت. طيب اكوستيك او ساوند سنسور برضه بيرجلر الارم سيستم. النويز ليفل والفوت ستيبس. عندنا في العيد بيفرقعوا بومب، بتلاقي الالارم بتاع العربيه، العربيات اللي واقفه في الشارع بتشتغل. ليه؟ ساوند عالي قوي، فايبريشن، تحس ان حد دخل جوه العربيه. طيب يبقى ده اكوستيك اور ساوند سنسور. جاس سنسور، اكسجين او كربون دايوكسيد. البلانت بيعوز كربون دايوكسيد. بولوشن، الكربون دايوكسيد يعتبر لو زاد قوي في الهواء يبقى بولوشن. ماشي. جرين هاوس، الزرع بقى تشوف الاكسجين ولا الكربون دايوكسيد. بي اتش دي بتاعت الاسيديتي والالكالينيتي، عشان يشوف البي لو 7 يبقى نيوترال. ما انا مثلا بشوف البولوشن، لو الووتر الاسيديتي بتاعتها او الالكالينيتي 7 يعني نيوترال، يعني كيور كلين وبيور ووتر. تمام؟ طيب بولوشن ان انفايرمنتال مونيتور او الجرين هاوس، لان ايه برضو الزرع ممكن تحط له اسمده او حاجه. اخر حاجه ماجنتيك فيلد، ده بقى العربيه وهي معديه بتبقى عامله ماجنتيك فيلد، فممكن احط سنسور يعد كام عربيه معديه. عجله العربيه وهي بتلف بتبقى عامله ماجنتيك فيلد، ممكن احط سنسور يقيس سرعه الروتيشن بتاع كل عجله علشان يعمل حاجه اسمها اي بي اس، انتي لوك بريكنج سيستم. يبقى دلوقتي ديتكت ذا تشينج ان ماجنتيك فيلد. السيلفون فيه سنسور، ماجنتيك فيلد سنسور. ليه؟ بيحدد لك الاتجاه اكنه كومباس. انتي لوك بريكنج سيستم وكاونتنج نمبر اوف كار باسنج ابريدج. المهم التشابتر ده سمري، اسف التيبل ده سمري لكل السيستمز اللي ممكن تتسال فيها. Benefits of using sensor. إيه بقى ميزة السنسورز في الـ embedded system؟ Systems can work continuously ليل ونهار. ماشي. More accurate. Avoid human error. أعلى من درجة حرارة كذا، يطفي. أقل من درجة حرارة كذا، يولع. وشغال ليل ونهار وسايبه أنت وشغال accurate. Could be used in dangerous environment. يعني لو حاجة مثلا درجة حرارة 100 وعايز تتحكم فيها، يبقى سنسور بقى وأكتويتور، ما أنت هتخش جوه ال 100 دي هتولع. Detect errors instantly. الكمبيوتر والبروسيسور، يعني لو نيوكلير رياكتور ممكن يقيس 1000 مرة في الثانية، لأن الرياكشن سريع جدا، ده أسرع من قدرة الإنسان. Maintain consistent and correct condition. ميزة بقى إن إيه، هو ثابت شغال كله زي بعضه، مش يسرح، مش آخر النهار يسهو ولا يتعب. عيبه بقى faulty sensor produce unexpected result. هديك مثال، لو أنت عندك باركينج سنسور بيقيس المسافة ما بين عربيتك والحاجات اللي وراها، اوبستكلز وراها وانت بتعمل ريفرسنج، لو السنسور ده مش كاليبريتد صح، هترجع لورا وتفتكر ان ما وراكش حاجة تروح خابط فيه. يبقى فولتي سنسورز كان ان اكسبكتد ريزلتس ودامج. طيب تعالى بقى من الاسئلة اللي بتيجي في الامتحانات. ما انا مالي النوتس اسئلة امتحانات. بريشر او موشن او انفراريد سنسور يستخدموا في ايه؟ ديتكتنج وين ا بيرسون از ابروتشنج ان اوتوماتيك دور سيستم. تقريبا اللي على اليمين ده كان مكتوب، واللي على الشمال دي كانت الانسر، لان في كذا بوسيبل انسر. يبقى السؤال بيقول لك السنسور ديتكتنج وين ا بيرسون ابروتشنج ان اوتوماتيك دور، ممكن بريشر سنسور او موشن سنسور او انفراريد سنسور، اي واحده منهم هتجيب الضرب. Monitoring the pollution levels in a river. حط pH sensor أو light sensor عشان لو لون المية غامق قوي يبقى فيه وساخة. Checking if a tropical aquarium is 25 degrees Celsius. Temperature sensor رسمي.
counting the number of cars that crosses a bridge, magnetic field sensor لسه قايلينها, pressure لان العربيه بتعمل pressure, motion sensor او infrared sensor. طيب تعال نوصل, اديني على قد ما اقدر بدربك على اسئله امتحانات. ايه monitoring the pollution level in a river, حط gas sensor. الله, بس انا كنت عايز ال pH. معلش, ما هو السؤال ده تريكي وال pH محجوز الحاجه اهم. ال pH monitoring acidity level, فهنا خليها دي اهم. وهو حاططها لك فوق عشان ايه, تاخد ال pH مع monitoring pollution levels وتبدا بقى تخش في ايه, في doubts. معلش, ما هو الاسئله ما بتبقاش very clear يعني, هو بيحاول برضو ايه. طيب controlling the switching off and on of street light, lighting, يبقى light sensor. Detecting of intruders breaking into a building, حط pressure sensor, هنا أنسب حاجة. Monitoring the amount of water left in clothes in a driver, moisture sensor, كمية ال water vapor أو ال humidity. Monitoring acidity levels in the soil in a greenhouse, هتحط ال pH sensor. تمام؟ خلاص. ننتقل بقى لحاجة اسمها monitoring and control. بس البتاعة دي أنا كنت بشرحها جامد قوي وكان بيجي عليها أسئلة كتير جدا, بس أنا بالنسبة لي الحتة دي اولد سيلبس. ليه؟ لأن هو نيو سيلبس عندي اللي هو اوتوميتد سيستم, فدمجوا فيها الكمبيوتر ميجرمنت وكمبيوتر كنترول, هما الاثنين تحت الاوتوميتد سيستمز او الامبيدد سيستمز. تمام؟ طب تعال نشوف ايه القصة عندي هنا ايه. اصل انا عندي هنا تحت على الشمال مونيتورنج سيستم. مونيتورنج يعني بيراقب التمبريتشر او اي حاجه لكن cannot take action. وتحت عن اليمين الكنترول سيستم اللي بتعمل فيدباك اللي هو كمبيوتر تيك اكشن. طب ايه بقى الكومن ما بينهم وايه الاختلاف ما بينهم؟ هما الاثنين عندهم سنسورز, سواء كان بيعمل مونيتورنج او سواء كان بيعمل كنترول, هما الاثنين عندهم سنسورز. يبقى سنسور send signal to the microprocessor او كمبيوتر. microprocessor ده بيبقى small computer اللي هو بتاع الامبيدد سيستم. طيب ما احنا عارفين ان السنسور شغال انالوج وان الكمبيوتر شغال ديجيتال, ماشي. طيب the signals are converted to digital if necessary using an analog to digital converter. ده في الاثنين, سواء كان سنسور سواء كان كمبيوتر كنترول او كمبيوتر ميجرمنت, وهما الاثنين كمبيوتر مونيتور وكمبيوتر كنترول, وهما الاثنين هيدوبوا في بعض دلوقتي خالص. The computer analyzes the data and check it against stored values. طب if لو انا عندي مثلا مونيتور سيستم بيراقب نبض القلب بتاع مريض, لو لقى نبض القلب قل قوي بيطلع ويرنينج وخلاص, ما هو بكتيره يطلع الارم ويرنينج لايه, للنيرس, وهي تيجي بقى ايه تيك كير. او لو انت بتراقب درجه حراره مثلا ايه محرك العربيه, يوصل لك المؤشر وينور احمر وخلاص تطفي انت بقى العربيه تتصرف, ما طرفتش العربيه هيحصل لها دمج لان كانوت تيك اكشن. ده اللي هو مونيتور سيستم. يبقى if the new data outside the acceptable range, درجه حراره عاليه قوي, a warning message is sent to a screen or an alarm is activated, ده اخر. The microprocessor has no effect on what is being monitored. It is simply watching the process. يبقى ده ما بيعملش فيدباك. أما أخوه التاني بقى اللي إحنا بنذاكره دلوقتي أكتر أهم, لأن الأمثلة اللي فاتت دي كلها كنترول وإمبيدد سيستم بنتكلم على كنترول. If the new data is outside the acceptable range, the microprocessor sends signal to control valve أو motors. يشغل فان, يدخل ميه, يزود الاسيديتي, يزود الالكالينيتي, كنترول. ساعتها بقى بيعمل فيدباك. ليه؟ The output from the system affect the next set of inputs. لان هو بيشغل الهيتر, الهيتر ده بيشغل بيغير درجه الحراره, تروح انت وعامل فيدباك من الكنترول طالع temperature داخله تاني من خلال temperature sensor. يبقى ده كده بقى اللي هو ايه, فيدباك مع الكمبيوتر كنترول. خلاص, وانا مركز اكتر على الكمبيوتر كنترول ومخلي بس كمبيوتر ميجرمنت لان احنا في ترانزيشن ومنهج قديم ومنهج جديد, فانا الحيطه ان انا ادرس كل حاجه. تمام؟ طيب
تعالى بقى نحط ايه، تعالى نحط اكزامبلز، تعالى نحط اكزامبلز اوف امبيدد سيستمز، انتي لوك بريكنج سيستم اون كارز. تعالى اشرح لك على الرسمه وبعدين نبقى ايه نقرا الايه الحاجات اللي مكتوبه. انا في حاجه اسمها انتي لوك، انا مش عايز عجله من العربيه بالاربع عجلات بتوع العربيه تعمل لوك وتقف، العربيه هتتقلب. ما انا مش عاوز واحده منهم تتقلب، عربيه تقف، عجله تقف والعربيه هتتقلب. طيب تعالى بقى نشوف الاي بي اس شغال ازاي. عندي ماجنتيك فيلد سنسور على العجله دهيت، وكذلك ماجنتيك فيلد سنسور على العجله دهيت، وكذلك وكذلك. احنا لسه قايلين ان الماجنتيك فيلد سنسور ده، الماجنتيك فيلد سنسور ماشي، ده بيقيس التشينج في الماجنتيك فيلد، فبيقيس السبيد ماشي. فانا عندي هنا ماجنتيك فيلد سنسور يقيس سرعه الروتيشن بتاعت كل عجله، ويبقى ده السنسور اللي بيدخل للكمبيوتر الصغنن الامبيدد اللي جوه العربيه. ما العربيه مش شغاله بلابتوب، لا ده في كمبيوتر كده جوه الكبوت مع المحرك، بس الكمبيوتر بقى ايه بيستحمل الحراره، امال ايه. تمام. طيب يبقى انت عندك ايه الاي بي اس موديول وبريك كنترول، بقى عنده اكتويتر بيتحكم في البريشر على الاربع عجلات، لان لو عجله منهم اسرع من الباقيين دي بتتزحلق، اللي بيسموها سكيد ماشي، يفرملها. طب عجله ابطا من الباقيين يسرعها، على العربيه هتتقلب. فالكمبيوتر بقى ايكولايزز الروتيشن بتاع الاربع عجلات، عشان لما تيجي تفرمل جامد يخلي العربيه تفرمل جامد، اه بس مش عجله منهم تقف تقوم العربيه تتقلب، دي ستابيليتي. خلاص يبقى ده بقى اللي هو ايه انتي لوك بريكنج سيستم اون كارز. ذاكرها بقى علشان يسالك فيها زي ما يسالك. انتي لوك بريك سيستم اون كار يوز ماجنتيك فيلد سنسور، اه اللي هيقيس سرعه، اصل العجله دي معموله من الحديد، فبيحطوا جواها ماجنت كده في النص، انا اسف في طرف منها، والماجنت وهي بتلف تعمل ماجنتيك فيلد سنسور يقيس الروتيشن بتاعت الماجنتيك فيلد، يقيس سرعه العجله بدل ما يبقى فيه فريكشن او حاجه. خلاص يبقى دلوقتي كان يوز ماجنتيك فيلد سنسور تو ستوب، تو ستوب ذا ويل لوكينج اب، بدل ما عجله منهم تقفش. On the car if the brakes have been applied too sharply، وانت بتفرمل جامد بدل ما عجله منهم تقفش والعربيه تحتف وتتقلب. A magnetic field sensor send data to the microprocessor، ما احنا قلنا بدل الكمبيوتر هنسميه microprocessor، بيبقى single chip computer. هو ده الـ embedded system. The microprocessor check the rotation speed of all the four wheels. If they are different، واحده faster ولا too slowly، the microprocessor send signal to the brake، ما هو بيعمل feedback. كان تيك اكشن، ما كل اللي انا هدرسه لك ده كمبيوتر كنترول امبيدد سيستم بيعمل فيدباك وتيك اكشن. يبقى عنده اكتويتر، الاكتويتر ده بيتحكم فيه الفرامل، يزودها يقللها زي ما يحب. طيب يبقى بيتحكم في البريكنج سيستم، ذا بريكنج بريشر تو ذا افكتد ويل از ريديوس اند ذا ويل روتيشن سبيد از ذن انكريز تو ماتش اذرز، يبقى ايه بيقلل. Checking the rotation speed magnetic sensor is done several times a second. لأن الحوادث بتحصل في لحظة. لو أنت بتدوس هو بيظبطها 10 مرات في الثانية. طبعًا دي بره سرعة الإنسان. خلاص؟ طيب the wheel locking up heavy braking to equalize the rotation speed of all wheels. If one of the wheel rotating too quickly يزود البريشر عليها so the wheel until matches the other three. خلاص طيب ماشي، يبقى انا شرحت لك الامبيدد سيستم بتاع الاي بي اس انتي لوك بريكنج سيستم. تعال اشرح لك الامبيدد سيستم بتاع، تعال اشرح لك الامبيدد سيستم بتاع اللايتنج سيستم. هيبقى بقى فيها لايت سيستم، انا اسف هيبقى فيها لايت سنسور، مونيتور ذا لايت ليفل، اف اقل من كذا يولع اللامبس، اف اكتر من كذا يعني الشمس طلعت يطفي اللامبس، وحاجات بهذا الشكل. طيب embedded systems are used in lighting system، الإضاءة. In a large office the system needs to control lighting into account taking into account the time or day or night. يبقى الكمبيوتر عارف احنا بالنهار ولا بالليل عشان عنده سنسور بيقيس الايه الإضاءة اللي جاية من الشمس. Whether the room is occupied، عنده بقى ايه infrared sensors motion sensor، ما هو لو الدنيا مظلمة
والاوضه فاضيه هنسيب الدنيا مظلمه. تمام، لو في حد بيتحرك في الاوضه يبقى ما نطفيش النور. The brightness of the natural light. لو الدنيا مغيمه ومظلمه قوي خلاص نولع اضاءه حتى لو لسه في ساعات النهار. An embedded system can automatically control the lighting using a number of inputs such as light sensor and key data stored in memory. يبقى انا عندي light sensors وايه وحاجات factors تانية زي ما قلت. طيب another thing ال vending machine، ما احنا لسه قايلين عليها. ما هو الحاجات دي كلها انا ناقلها من التكست بوك بتاع كامبريدج كمبيوتر ساينس اي جي سي اس اي الابديتد فيرجن. لسه الحاجات دي ما جاش عليها اسئله باس بيبر، فكويس ان انت بتذاكرها على النوتس بتاعتي. Vending machines make considerable use of embedded system. ما انت بدل الكشك بقى، بدل في بلاد بره في كشك، في بلاد بره ما فيش اكشاك، ما فيش حد بيبيع في الشارع. حاطط انت الفيندنج ماشين وكمبيوترايزد. They usually use microcontrollers to control number of functions that all associate with vending machine اللي هي بتبيع الايه الاطعمه الايه الخفيفه والايه والمشروبات والحلويات والحاجات دي. طب ادي هنا مايكرو كنترولر اللي هو كمبيوتر. طب ليه نسميه مايكرو كنترولر؟ لانه مش كمبيوتر كبير، ده كمبيوتر صغير. Tilting sensor to make sure the vending machine isn't tampered with. لحد ينقلها عشان يشيلها ويسرقها. يبقى في تلت سنسور. Input pad to make selection. في زراير بقى تختار فيها رقم المنتج اللي عاوز تشتريه. Sensor to show position of gates which hold the items in place and also if any dispensing row empty. هو عنده سنسور عشان يعرف لو الحاجة خلصت. ما يحركهاش يبيعها للراجل بقى، ما الرف فاضي. فعنده سنسور بيشوف الأرفف. كوين كاونتر بيعد بقى العملات، والعملة دي بجنيه ولا ب10 ولا بدولار ولا ايه. temperature sensor to help maintain correct environment. لو انت مثلا بتبيع كولد درينكس فجواها تلاجة، temperature sensor وترن الكولر اون وترن الكولر اوف. wireless modem to send data back to the vending machine operator. يبقى هو اونلاين مع ايه الاونر بتاعه. ممكن مثلا لما يبقى اوت اوف ستوك يبعت له سيجنال عشان يجي الاونر يملى جواه ستوك. ديسبلاي شو برايس اكسترا. في شاشه تاتش سكرين ولا مثلا ال سي دي. اكتويترز بقى اللي هو بتحرك الاكل، بتفتح البوابات علشان ايه يشتري والكلام من ده. اكتويتر تو مونيتور تو كنترول موتورز ذات ديسبنس ايتمز اوبريت شيل سيستم اللي هو بيسقع شيل سيستم بامب. تمام. طيب يبقى هو ده بقى الايه الفندنج ماشين. خلاص اديني شرحتها على الدايجرام بقى، يجي لك زي ما يجي لك في الامتحانات. طيب بعد كده في واشنج ماشين، غساله اوتوماتيك. الغساله اوتوماتيك بقى فيها ايه؟ ماني وايت جودز اللي هي الاجهزه المنزليه كلها باللون الابيض فبيسموها وايت جودز. ماني وايت جودز ساتش از ريفريجريتور، الثلاجه جواها كمبيوتر، والواشنج ماشين جواها كمبيوتر، والمايكرويف اوفن جواه كمبيوتر، and so on are controlled by embedded system. They all come with a keypad or dials. زي الغساله بقى، خلينا مركزين على الغساله. بتختار انت بالزراير بقى درجه الحراره المطلوبه، وزن الغسيل هو بقى بالبريشر سنسور يقيس وزن الغسيل. ماشي. select the temperature, cycle, cooking duration ده لو كان مايكرويف. Data from input in the embedded system which then carries out the required task without any further human intervention. خطوات الغسيل ماشي، خطوات الغسيل بتتم without human intervention. إيه as with other devices these white goods can also be operated remotely. ممكن بقى السنترال هيتنج سيستم بتاع بيتك متصل بالإنترنت تشغله قبل ما تروح بنص ساعة عشان ما تروحش تلاقي البيت فريزنج. وكذلك المايكروويف او الكوكر تشغله قبل ما تروح بساعه علشان تروح تلاقي الاكل ايه جاهز ومستوي. او انترنت انيبل سمارت فون اور كمبيوتر. خلاص يبقى انا كده شرحت لك الجزء بتاع الامبيدد سيستم. تعال نتدرب عليه بقى.